صباح الخير، مرحبا بكم في الماتينالا. كما العاده نتقابلوا من 9 ل 11 نتاع الصباح مع لي دو شيف اللي هما شيفه فتحيه وشيفه ايوب. والشيفه ايوب بارك ايوه الله فيك. ما كتبشنا روب بعد اخر بيا 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 شيفه ايوب هنا مع بيان سور دره وحبيبه. يا حبيبه بونجور اسمحوا لك حبيبه، هذه حبيبه ثبته حبيبه مرت صاحبه باري مش حبيبه. وين هالوحده اللي كانت فوق العمه؟ شفت كوتش وبونجور بيان سور خمرت كوتش ايمان. صباح الخير كوتش، اسمحوا لك سافا لاباس تخلص صباحو على المرأة. نهاركم زين. صباح الخير. الو شفا فتحيه اليوم شنو باش طيب لنا؟ بخير نهاركم زين. شنو احوالك؟ شنو احوالك؟ الحمد لله يا رب. انا صبحت مخمره وقص في البصل على الصباح. هاي دايما دموع. لا لا ما نبكيش في البصل يا حسره. بالحق فما استوس اعطي هنا. لا لا استانست. نعم. فما هي استوس اما في الفطار تتعمل اللي انت تاخذ شوين غوم دو بريفيرونس لوبان العربي على خاطر فما حاجات يخرجوا في الفم تخلي العينين ما تدمعش معناها تبدا تقص في البصل وتاكل في اللوبان العربي. هذه استوس على الصباح. الفطري شايف سامحني نتصور اللي شايف ما عادش يبكي خاطر تلمون قصوا بصل في حياتهم ما عادش عندهم دموع من البصل. لا 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 تلمون قاسينا في حياتهم الحمد لله. الدموع موجوده اما كي تحب تقص البصل ما غير ما تبكي خذ له سكينه ماضيه على الاخر. لازم سكينة أما منشار إلا ماضية 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 كي تذبح ما يبكي كي ولا كي تذبح هكا ولا وقت اللي تقصه بسكينة حافية هو وقتها الديجاج الريحة نتاعو الماء نتاعو وقتها تضرب العينين. كي تبدا سكينتي ماضية كيما هذيا وانت ولوه البصل وانت تعملينها في الحلو. أنا نعمل الحلو ونعمل الخبز خبز أباوي خبز بالشكشوكة اليوم. لا لا مش خبز بالشكشوكة. انا البارح تليفونات شدت بعضها على حكايه الخبز لي غوسيت معرفش عجبوهم برشا ناجحين ناجحين جدا جو كونفيرم. فوالا البطوطه البطوطه قالوا انا كل ليله نتبعوا فيهم على لاتر والخبز جايهم حاجه روعه ومش صعيب ومعناها فريمون. قالوا يعطيكم الصحه اللي خممتوا في لي فام وفويي اللي ما عندهمش ماكينات برشا واللي عندهم كان لي مويان دبوغ باش يخدموا بهم. الوغ اليوم باش نعمل بان بيتزا اللي هو بالبصل هذاك علاش قص في البصل لكن البصل لازم نذبلوا شويه في الزيت سفير الاخضر هو اللي باش يبسس لي البان بيتزا. وشنو باش نستهلك فيه؟ بيتزا سمارتشيف هي مفوحه كي نحطها فوق السفرينه نتاعي تفوح لي تولي كاني مطعم بيتزا لكن هي في الخبز. ونزيدها بيان سور شويه زيتون. تحط باكو على كيلو؟ انا عندي اكثر من كيلو باش حط زوز باكوات. فوالا وانتم تبارك الله تحبوا برشا الخبز. زعما ما يشوفوا وقت اللي نقولوا سي بون بسلامه شهية طيبه شنو الزين لهنا؟ شوف معاها باكوها معناها الكيلها فيه باكوها. انا باش نحط هذايا لهذا معناها الباكو الخميره الباكو الفارينة ونزيد الباكو نتاعي للفارينة هذيك ونزيد الباكو الاخر لل معناها باش تفوح لي ساعة خلينا نشوف الساعة بكاش يولي لي برشا خبز نخاف لا تشد بعضها باهي زعما يزي يا فاطمة ولا نزيدكم خبز؟ يبالي نزيدو يزي فوحة اي فوحة برشا الوغ معاها باكو خميرة من بعد باكو خميرة نحط كالعادة مغرفة ملح ما نكثرش على خاطر من بعد انا نحط مغرفة السكر لازم على خاطر هي اللي تعطي اللون للخبز ما كانش يقعد لكم راهو خبز ابيض فهمت. نحط ثلاثة باكوات خميرة نتاعي حل يا مان ايوب عاوني في حاجة. قالوا لي قداش عاملين جو فريمون شيخين في الضحك ولعب وعبد شكوا فينا فاطرين تلمون شيخين ديما الخميرة على الحراف هذيا. قالوا لي لاستوس تحفونا برشا والخميرة ما تحت لهمش مرتين خمروا الخبز ما تطيحش خميرة سمارتشيف اصلا سيبغي. قلت لهم وذاك اش قلت لهم قالوا لي دايوغ شرينا سمارتشيف على خاطر الخميره ريناها كيفاش طلعت خارقه للعاده. توا هذيا باش نعجنها خبزتي ومن بعد هي اخر نحط عليها نكته زيت من هذيا نحط عليها من بعد البصل وقت اللي نجي نفصلها لكن البصل باش نحطه مذبل في الزيت. اوكي فهمت هذاك البان بيتزا البصل هكا هو معناتك نقولوا بيتزا ماكش باش تزيد لها فلفل حتى شاي نحبوا نزيدوا شويه طماطم ولا اللي يحب فهمت. تنجم بان بيتزا تنجم تحط فيه اللي تحب فما اللي يعملوه بالكركم بالطماطم بالزيتون بالبصل بالثوم باللي تحب انت.
انا نحبوا برشا بان بيتزا في شويه بصل وشويه طماطم مقصوصه نتاع سفير يجي بنين برشا. ايوه يعطيك الصحه لله. دونك هذه البان بيتزا اليوم مع فتحيه معنا احنا في الكوجينه كالعاده. كما قلنا لكم ثم 30 شوربه في رمضان. اليوم الشوربه هذه باش تكون حويجه مميزه شويه باش نعملها بالشوفان. الشوفان بما هو معناها منتج صحي. فيه قيمه غذائيه كبيره برشا وصحي وخاصه ما فيهش برشا سكر. هذاك علاش انا اخترت السكر الخايب نحكي ماهوش السكر الباب بيان سور في سكرون اللي خلينا ما نحسوش بالجوع على طول النهار. هذا نجمو حتى نعملوا له شويه حليب ومعاه شويه زبيب ولوز ونتسحروه وغير في عسل يولي حاجه هايله. كيما هو باش ناخذوا نعملوا اليوم شوربه. شوربه باش تكون بالمرقاز اليوم. شربة بالمرقاز مرقزي. دونك شربة بالمرقاز والشوفان هذه تنشوفوها كيفاش نعملوها معها. هي باش نعملوا تارت بالشامبينيون. تارت مالحة بالشامبينيون باش نحضر البات بريزي نتاعي والا بات فيتي كيف ما انتم تحبوا ولا بات سابلي زادة نجم تحضرها. ديجا عطيتكم لي ريسيت نتاع لي بات تو نعاود اليوم مع بعضنا نشوفوها معاهم هما باش نحضر طبق مميز شوية اللي هو لوبيا زعرة. باش نعملها بكعابر الدجاج من عند مليحه. الدجاج اخترت صدر نتاع الدجاج من عند مليحه غسلته ورحيته معاه. بها لوبيا زعره معناها باش نحكي لك عليها هذيك خاطر فيها حاجات اخرى مش لوبيا مرقه. لوبيا زعره هكاك وبرا ماك تعرفني انا السامبل ما نحبوش ياسر. دونك المرقه هذه باش يكون فيها اساسا شوفلور. دونك باش تطيب من غير ما تتحرك شنو نعمل؟ ناخذ البصل نتاعي باش ناخذ برشا بصل نقليه في زيت زيتونه. زيت الزيتونه سفير باش ناخذ زيت الفيولي هذاك سيليكسيون باش نحطوا يذبل فيه البصل نتاعي ونحط معاهم كعبر الدجاج يتقلاو باش يشدوا روحهم. من بعد نسقط الكعبات الشوفلير هذوما في الطنجره معناها يكونوا مرصفين بالقدا وفوق منهم نمرقهم بشويه ماء ونفوح شويه كركم شويه راس حانوت. راس حانوت مش تابل الكرويه راس حانوت شويه كركم وملح وفلفل اكحل ونحط معاهم سنينات ثوم مهرسين بالقدا نخليهم هذوما نمرقهم شويه مش برشا ونخليهم يطيبوا للي يقفوا على زيتهم. في الاخر نعمل لهم شويه كسبر اخضر مقصوص جيد. الكسبر الاخضر هو اللي باش يعطيني اللفاح اللي نلوج فيه في اللوبيا هذه مميزه ماهياش كيما اللوبيا اللي عملوها الزعره العاديه. بالضبط ان شاء الله عندكم الديتاي الكل معايا. معاهم هما مع الشوربه واللوبيا اللي باش نعملها والتارت بالشامبينيون عندنا حاجه اخرى نسيت. سلطه اكيد. صحيتي. نعرف ديما تعمل سلطه. تعرفيني نعمل سلطه. نعملوا سلاد ايطاليان اليوم باش نعملوها بالسلامي من عند مليحه اللي هو بالفروماج والسلامي المفوح بالفلفل. هذوما الزوز مع بعضهم باش نعملوا معاهم مجموعه نتاع خضر. نعرفوا سلطه طليانيه فيها الفلفل وفيها طماطم ونزيدوها انواع نتاع خضره اخرى. فما سلطه طليانيه اللي تجيب شطر خضره طايبه وشطر ني كما يعملوا سلاد نيسواز. انت باش تبدا تو؟ ايوه انا اليوم باش نبدا نحضر الشوربه نتاعي. بعد شويه ان شاء الله نرجعوا لكم التفاصيل بحول الله. مالا نمشيو احنا للسبور. بونجور كوتش ايمان. بونجور سافا؟ الحمد لله. فينالمون تلاقينا سافا؟ علاش بيبقى ضايعين على بعضهم؟ كنا ضايعين نعرفوا بعضنا بار فيسبوك. ايوا شفت ايوا وانا عندي كرسي فيه مشكله نحي نوتش نحي نحي الله يفضحنا. قبل ما نعمل البيلات كل شيء بس الله لا تفضحنا باسكو عرفت ياسر طويله دونك مش مشكل الحقيقه تظهر لها الحقيقه تظهر من بعد السبور. ايمان سافا اليوم على شنو باش نحكيو؟ نحكيو عن البيلات. البيلات اللي هو شنو؟ البيلات اللي هو حاجه سيت اون اكتيفيتي سبورتيف سيت ان كور ناتيوا هو موجود ان فيت بارتو دون لو موند سورتو ان امريك دوبي 1926 اول ستوديو في البيلات تعمل دوبي 1926 والكونسيبت نتاع البيلات هو انه نخدمو سورتو الكور نسميوها احنا الكور باور هاوس بالفرنسي لا ميزون دو فورس اي لا بوستور. لا بوستور هو انه فيها تكون هكا تولي انت مستوي. لا ميزون دو فورس هي الكرش؟ هي الكرش هي معناها ترجمه الباور هاوس يعني احنا المو تكنيك نتاعنا كي نبداو نخدموا في ال اخدم الباور هاوس اكزاكتومون سي لا ميزون دو فورس اللي هي اون فيت الميزون دو فورس اللي هي الكرش ولا نسميوها احنا البوكس. البوكس اون فيت هكا مي سي فريمون سا
معناها من من تحت الباتري للفخذ. فوالا تعملها المرة واحدة في الدار ولا لازم تمشي ياسر سي ترو تكنيك دايوغ باغ اكزومبل احنا هوني في تونس اون كيلكو ستوديو يحطوا موسيقى مي جوزيف بيلات هو بيدو لي ستوديو اللي حلهم يقول لك انا جي با بوزوان دو موسيك باسكو لا ريسبيراسيون لو ريتم نتاع لا ريسبيراسيون نتاعك هي الموسيقى اي على خاطر اون ا بوكو دو معناها دانستركسيون يعني سورتو في لي كور معناها اول لي كور الكوتش ما يسكتش معناها اون ا بوكو دو كوتشينغ ا دير بوكو دو تكنيك تكنيسيتي نشوفوا حاجات يما لالا يقولوا هي تخدم على الموسكل بروفون معناها شنو اكزاكتومون الموسكل بروفون باغ اكزومبل علاش احنا تو باغ اكزومبل نقولوا اللي تخدم تنجم تخدم 100 تبدو فما عباد يجي يقول لك انا عندي الكرش باش نخدم 100 تبدو انا نجم نقول لك 100 تبدو ما تنجمش يكون عندك دي زابدو خدمها كل يوم مش يكون عندك ابدو تابليت دو شوكولا تابليت دو شوكولا سا سباس با كوم سا في البيلات احنا السبيسيفيسيتي اللي هي موجوده في البيلات اللي احنا اون ترافاي المسكل بروفون اش معناها احنا عندنا لي غران دووا هذوكم اللي يتخدموا في لي كور نورمو نعطي دي كور نورمو وعندنا لي زوبليك اللي هما ندورو بهم وعندنا لو مسكل لو بلوز امبورطون اللي هو ترانسفيرس اللي هو موجود هنايا دونك احنا اون سوليسيت لو ترانسفيرس اي اون سوليسيت لي مسكل كولون فيرتيبرال فما دي مسكل دورسو اللي هما شادينها دونك هذوكم يخدموا 24 سور 24 يعني انا تو نخدم فوالا انا كي نخدم تويكا هكا جو في سوليسيتي مثلا البيسيبس تو شويه مادوما تخدمو يولي يحرق D'accord. Par contre, il y a des muscles où on achète comme un dix, un si, par exemple, tu fais squelette, comme un dix, mais je dois double muscle, tire. Donc avec le dix, c'est un muscle qui est très fort et qui est très difficile. Mais maintenant, j'aime je trouve ça par exemple, qui est un aérobic, il se met quoi, fils à fils, à parce que j'aime un si, tu aimes le habali, j'ai une partie, fils, voilà, enfin, mais des muscles, il se met j'ai beaucoup fils à fils. Les muscles profonds, il se met تتنفس ويزمك تاخذ وقتك وتوصل الاكسجين لل وتكبس ترانسفيرس باش نجم توصل لهم بروفون معناها ما توصل لهم الا تعمل خدمه معناتها مدام ايمان لو ايزوتر سبور ما يخدموش لي مسكل بروفون لا يخدموا معناها اما ما يوصلوش البيلات يوصل للمسكل بروفون معناها التارج نتاعو مسكل بروفون داكور الهدف نتاعنا انه نوصلوا المسكل بروفون الهدف نتاعنا انه احنا نخدموا دايور سي بور سا كو سي لي موفمون تشوفهم الفلويد معناها ديجا قبل الاسم نتاع اليوغا نتاع البيلات اسمه كونترول لا كونترولوجي يعني بيلات وقت اللي اخترع الكونسيبت هذا سماه كونترولوجي من بعد كي تعرف باسمه هو ولا اسمه مي سي لار دو لا كونترولوجي كومون كونترولي لي موسكل اي ترافايي ان بروفوندير اوكسيجيني اي سي لا بريسيزيون هذاك علاش المراه ما تنجمش تخدمهم وحدها في الدار لازمها في دو بريفيرونس دو بريفيرونس ورينا حاجات ايمان بيان سور ميرسي avec coach ayoub 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 اللي عملنا معاه البارح داكور داوت البارح مرحبا ايوب مرحبا ايوب وينك صافا on inspire on serre le ventre يدينا هنا on s'assoit on va un tout petit peu échauffer la colonne vertébrale On creuse le dos, expire, inspire, la poitrine haute, expire, inspire, poitrine haute, encore deux fois, expire, on courbe le dos, une dernière fois, et roll down slowly, voilà, pour 100. On décolle les épaules, ici, on inspire, 1, 2, 3, 4, 5, Et on expire, 1, 2, 3, 4, 5, comme Ayoub. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5. Expire, 1, 2, 3, 4, 5. Hne, ilzem, la colonne cervicale bien tendue. Hne, lidine, dynamiquement. Et le bassin, ilzmoukoun, bien collé au sol. Tout le dos, le parti réveille. Les pieds tendus, tendre les pieds. Voilà, continue Ayoub. 1, 2, 3, 4, inspire. Rapproche les mains, rapprochez, 1, 2, 3, 4. Tends un peu plus, inspire, expire. Inspire, 1, 2, 3, 4, 5, expire. Allez, voilà, continue. 1, 2, 3, 4, 5, expire, 1, 2, 3, 4, 5. Et on change. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. C'est très bien. Roll up, up, inspire.
Expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on écrase, on roule le dos. On inspire doucement et on expire vertèbre par vertèbre. La contrôlogie. On inspire. Hop. La main entre les... La tête entre les mains. Voilà. Et on expire. On continue comme ça. Voilà. Continue Ayoub. C'est ça. Voilà. Expire. Inspire doucement. Un peu plus doucement. Expire. Contrôle. Et on inspire. Inspire. Hein? Voilà. Expire. Doucement. Expire. Encore. Voilà. En avant. Très bien. Encore une. Très bien. Et on se prépare pour cette leg circle. On est ici. Hop. Les mains ici. Et on va faire un petit cercle. Voilà. Un petit cercle. Il faut voir. Un petit cercle. Le challenge, c'est le corps ne bouge pas. Continue. 3, 2, et on change de sens. Change de sens. 1, voilà. Inspire. Nafas. Nafas. Encore 2, et on change de pied. Changer de pied. Voilà. Continue. Matkabarsh. Voilà. Pointe des pieds. Pointe. Pointe. Voilà. Très bien. Décolle encore. Change. Change le rythme. Le pied ici, c'est ça la contrôlogie. Il faut contrôler. Très bien. 2, 1. Très bien. Fissal. Voilà. Jiwahne. Raoula. Hop. Hop. Tuflakchoua et tapis. Hop. Encore 2. Une dernière. On aura deux hounaya. Hop. 1. 2. 3. 4. Narbot. 1. 2. 3. 4. On a cela. Hop. Saut. Inspire, on prend le temps, au milieu, 1, 2, voilà, hop, hop, voilà, on s'agrandit, c'est bien, inspire, une dernière fois, et planche, rainbow, ouvrez, c'est ça. On inspire. L'autre sens. Et on ouvre. Le genou entre la tête. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Rainbow. Latéral. On s'ouvre. L'autre côté, doucement, délicatement. C'est ça. On inspire sur les genoux. C'est ça. On met la pointe des pieds. Et je vais décoller les genoux un tout petit peu. Légèrement. Un. Ça travaille les abdos. Quatre. Trois. Encore deux, Ayoub. Deux. Une dernière, on inspire et on se prépare pour single leg stretch. La main ici, hop, 1, 2, voilà, on rapproche. Une main ici, voilà, et on change. Straight leg stretch. Très bien. 4, 3, 2, double leg stretch, on touche, on inspire,
Et on expire. Et on s'agrandit. C'est bien. 4. Encore 3. 2. Une dernière. Double leg stretch. Hop, la main derrière la nuque. On inspire 1, 2, 3. Et on expire. On doit faire attention. Voilà. Pour que le dos soit bien collé au sol. Voilà, on expire, inspire. Bien. Expire, inspire. Une dernière. Le dos, est-ce qu'il est bien collé, Ayoub? Oui. Bravo. Criss-cross. Let's go. 1, 2. 1, 2. Dernier mouvement. Voilà. Très bien. Hop. On inspire, on expire et on descend. On inspire et on descend. Une dernière fois. Bravo. Jiu-hne sur le côté. Allez, bye bye. Merci. 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 خليكم ترتاحوا شويه كوتش ايمن وكوتش ايوب ونرجع مع الشيفه فتحيه شيف ايوب حاجه بيا عرفتك لي نفس ال الوغ ايوب لا سيدي انا بديت نحضر في الشوربه نتاعي نحط سفناريه قصيتها مكعبات جيده تتقلى من الاول مع البصل مع المرقاز حطيتهم ديجا نشوفوا حتى المرقاز سايب لونه في الزيت نتاعي زيت سيليكسيون من عند سفير دونك الزيت هذايا ممتاز حويجه فاوحه نزيدوا عليه السفناريه ونزيد عليه هنا الجلبانه هذيا اللي جلبانه فرشكة نظفتها غسلتها بيان سور بعد ما قشرتها دونك هكا كان تحب ما تغسلهاش ضروري فما برشا جماعه من الساشي حطها في الواحد ديري دونك هكا تتقلى الجلبانه مع السفناريه مع المرقاز مع البصل مع زيت الزيتونه من عند سفير هذوما الكل نزيد عليهم سنه ثوم يا سيدي احنا عندنا المهراس العجيب انت واقفه بحذاي فاش تعمل ايوه انا قاعد في الروز الشفا فتحي حطوا ديما شويه ملح في المهراس صحيح باش الثوم في ساعة هرس اليوم عندي في الحلو والروز والبصل مشيخه حاسين في الحلو اليوم معنا برشا برشا حاجات حلوه فكت لي كل شيء من عندي دونك ناخذ الثوم هذا اللي هرسته نزيدوا على نزيدوا على الجلبانه وعلى المرقاز وعلى السفناريه هذوما الكل مع بعضهم يتخلطوا وباش نزيد عليهم توا لفاحات نتاعهم باش نزيد اول حاجه طماطم مدشه بالثوم من عند سفير الطماطم هذه فاوحه ها سرقت الطماطم هاي سرقت لك الطماطم راهو عرفتها هذه الطماطم يلزمني نعمل عساس هنا حطيتها في الخبز تشوف شنو عملت فتحيه باش نتعاركوا اليوم باش نعملوا عرق بيتزا لا مالها هكاك سامح بعد كي تهز الخبز ما يسالش حاضر حاضر دونك هذه الشربه نتاعنا باش نفوحها شويه تابل وباش نحط فيها الكركم في الاخر لكن قبل الكركم باش نحط شويه هريسه دياري من عند سفير هالهريسه الممتازه هذه حاضر باش تحط الهريسه ونحط البصل في الخبز حاضر بزيته بكله صبوه بعد لا تقلى غزلو احمر ايوب محليه انا وياك ضربه بضربه نعملوها بستار وسطرين كي الكرار استعقل ما همش باش يدوخوا ما بين الخبز ويدخلوا الريسات في بعض لا دونك هكا صاي احنا فوحنا الشربه نتاعنا عملنا لها شويه طماطم عملنا لها شويه طماطم بيان سور مدشه بالثوم من عند سفير الهريسه كيف كيف هريسه دياري من عند سفير فوحناها شويه ملح فلفل اكحل تابل وكرويه والسلام عليكم هذه في الشوفان وقتاش تحطوا الشربه جوست نمرقها الشوفان نحطوه بعد ما تغلي الشربه نتاعنا كي تغلي حطوا طي عيط لك باهي لله انا البصل حمرته محلاه جلي كاراميليزي شويه خليته حي مازال يتقرمش شويه هو ولا تياد ما نحطوش سخون يحرق لي الخميره باهي نحطه متلذذ ونلف عليه الخبزه هكا في وسطها ونحطه يخمر الكل ومن بعد نفصله وتشوفوا ما بعد وراهي العجينه حطت فيها غرفه نتاع ماكله طماطم كونكاسي سيفي طماطم كونكاسي شايحه وي سفير بهذاك علاش تراو في لونها هكاك بالنسبه لي انا عطاتني زيت سفير الفخويتي اي الفخويتي قالت لي قال فيه الروز باش نعملوا به من بعد باش نعمل به رفيسه روز رفيسه روز اللي هي حاجه تراديسيونيل على الاخر المنسيه وي
خلينا نكمل انا نقلي الروز. ميرسي بوكو كوتش ايمان كوتش ايوب. نشوفوا بيان سور انيبال بارك، انيبال بارك، ونشوفوا اميمه الوسلاتي قداش ربحت من حد واسكو جاوبوا على اجوبتها اسئلتها بلوتو والا لا، ونرجعوا. بارك كبير ونظيف، العاب وتنشيطه وتفرهيده كامل في حنبال بارك. سكره سيدي فرج، احسن اختيار باش تخرج صغارك من حفره الدار. مرحبا بكم الناس الكل، صحة شريبتكم أي وينكم. أنا كالعادة في حنبال بارك سكرة ومعايا الربح. كانت طلعوا تشنشينا وإلى المثل تربحوا معايا دو كارني، كل كارني في 5 تيكي اللي تنجموا تلعبوا بيه لهنا في حنبال بارك سكرة وإلا في حنبال بارك القنطاوي. وتشنشينة اليوم تقول علي اسمه بالحا والحا فيه مدسوس، من برا مالح ومن داخل مسوس، زعما شنو؟ ما عرفتوش. الحمص. برافو برافو مدام، ربحت معنا دو كارني، كل كارني في 5 تيكيت تنجم تلعب بهم هنا في حنبال بارك سكرة ولا في حنبال بارك قنطاوي. مبروك عليك. يبارك فيكم، عايشك. ميرسي. لا ميور ادغيس بور ساموزي، غامر وافرح وطير وزيد طير، الجو يحلى ويزيد يحلى. حنبال بارك قنطاوي، اول فضاء ترفيهي شبابي في شمال افريقيا. شفتي ايوب اللي يمشي الانيبال بارك شو يربح؟ الربح والخير ان شاء الله. الربح والخير مع اميمه الوسلاتي بيان سور. انيبال بارك قلبها كبير اميمه. اي شنو شنو هي قدمتها ما قلبها اكبر منها. دونك شوفوا الشربه هنا نتاعنا فاطمه بدات تطخطخ. احنا قلت لك باش تقلى الجلبانه والسفناريه ولا معاهم طماطم سفير وهريسه سفير كيف كيف هريسه دياري. دونك هذوما تقلاو مع المرقاز. توا باش نزيد عليهم عرش نتاع كلافص كامل كيف ما هو من غير ما نقصه. نحبوا يسيب الطعمه نتاعو في وسط الشربه، نمرقها ونخليها لو طون طابت للخضره والمرقاز. في ساعه نحط الشوفان نتاعي، ما ياخذوش برشا وقت الشربه هذيا. وشوفان تحطوا والواحد طافي شنو هو؟ الغاز طافي. لا 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 نحطه في الاخر يعمل غلوه صغيره باش يحسي لي. دونك الشربه هذه ما تاخذش اكثر من 20 دقيقه كويسون، خاطر الجلبانه في ساعه ما تطيب. راهو برشا خلي الجلبانه تدهج فوق النار تقولش مدفونه، راهي غالطه، راهو تمشي قيمتها الغذائيه الكل. والمرقاز كيف شوفين نجموا ناكلوا هنايا؟ بيان سور. حتى السبا تنجم تاكلوا مش ني، تنجم تاكلوا مع ياغورت، مع ياغورت تنجم تاكلوا مع حليب، تنجم تاكلوا يعني يكون ايدغاتي بالضبط. وانا لهنا مرقه الروز نتاعي. نعطيك الصحة نتاعك انت. سرقة سرقة موصوفة هذه في سيدي رمضة. وخليت شابة فتحية تقص لي كما يتخلي أيوب يقص لها في التمر. أنا بين فاتمة وأيوب وليت ساكتة ما عادش نتكلم. فاش تعمل فتحية؟ واحدة كملت لي الروز والأخرى درا شنو عمل وأنا نسكت. هكا ظلمتني أنا ما لقيتش أنا شعبي. يا ظلمتني عرفتها. يا ظلمتني يا ظلمتني. أنا ظلمتك. إيه قول لي. المغارفة نتاعي واللوحة والكل ترطبي. جاب ربي هذه أنا جبتها لك. هايكم مغرفتي. تعرفوا ولا بالحق محشين على بعضهم. مش مشكلة شنو فتحيتها وتقص في التمر شنو تعمل به؟ باهي نقص في التمر باش نعمل رفيسة الروز. رفيسة الروز هي من الحاجات اللي تنساو في تونس على خاطر كانت قديمة برشا ويعملوها في من الحلويات اللي عملوهم في رمضان. و بون كل بلاد عندها نوع نتاع رفيسه راه. قبل كنا في رمضان كي تقعد لنا برشا فاكهه مخلطه مدشه هروشه معنا ما نعملوا بها ما تجيش في حتى شيء، ونقولوا اي نعملوها رفيسه روز على خاطرها تقبل الفاكهه الكل. شنو نعملوا؟ ناخذوا الروز نقليوه بالقدا وفي شويه زبده ولا زيت ونحط نصبوا عليه كيلة روز على كيلتين ماء ونحطوه يطيب بالقدا. يطيب الكعبه نتاع الروز نحطوا له شويه سكر ونزيدوه زبده باش يتفرك ونخليوه يبرد. انتخوتون نحضروا شويه تمر مقصوص شريح تروف تروف، ونحضروا الفاكهه اللي عندنا مهما كان نوعها الفاكهه، حتى بال حتى بالكاكاويه. بالكاكاويه برا مشات معاه. اي باهي عندي شويه لوز وبوفريوه كاكاويه اللي تحبوا كل واحد اللي عنده، فهمت؟ ومن بعد نجيو في الصحاف نتاعنا. انا المره هذه ما جبتش صحاف باش ما يهزوليش الماتيريال من البلاتو، جبت دي غافي صغيرين
باش كل واحد يهز كعبته. اي خاطر بالحق نعاودها راه ما تعرفوش بعد بالسلامه وشاهد طيبه شنو يصير لهنا. بين حكتي ونجيبها. هذه جيب حكيتها قدام العبد بعد. ومن بعد كي نجينا نزينهم توا نوريكم السويت نتاع اليوم. ايوب هنا حطيتك عبر الدجاج وقالت البصله في زيت سفير. خذينا زيت سيليكسيون هذاك من عند سفير الفيولي. حطيت فيه البصل نتاعي يذبال على نار هادية، من بعد زدنا عليه الكعابر نتاع الدجاج مليحة اللي هما فوحناهم بشوية ملح فلفل أكحل وثوم وحطينا فيهم شوية معدنوس. معدنوس بالضبط، كعبرناهم كعبرات متوسطات. المرة هذه نجحت ليلى في التعبير، بس عملتها هيك كعب أي كعبرت بلطافة. لا بلطافة المرة هذه. دونك شوفوا كعبر الدجاج لازمهم يتقلاو باش يشدوا روحهم. وقتها باش نسقط الخضرة نتاعي الرئيسية في هذا الطبق هذايا اللي هي الشوفلور اللي هو البروكلو هذايا مشامم كبار شويه في الحجم من غير ما نقليه من غير حتى شيء. نحرص على انه يتغسل بالقدا وينظاف خاطر يشد الرمل. نحطوه كيف ما هو ومن غير ما نحركوه باش ما يتكسرش. هو يتقلى كيكا ولا بعد ما تحط الماء؟ لا 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 بعد ما نمرق شويه بالماء نخليه هو معناها في كيما نحطه من غير ما نحركه. نفوح شويه راس حانوت كيف ما قلت، ملح فلفل اكحل شويه كركم، وهذه اللفاحات نتاعي اللي باش يطيب فيها الدجاج والبروكلو. وبعد نزيد عليهم اللوبيا اللي انا ديجا طيبتها. هذه اللوبيا زعرة مع البروكلو مع كعبر الدجاج. طيبتها ولا نفختها؟ طبق بنين برشا. نفختها طيبتها؟ طيبها طيبتها اللوبيا. طيبه طيبه. اي طيبه طيبه امورها مريقله. نرجع بيان سيغ. هذايا عشية اليوم. تدلل. نرجع مع بيماغ وخمسه العسيل شحوالك. على الاخر. صافا؟ الحمد لله صافا انتم لاباس. ونجي خمسه تقعد ندور الكرسي هكا تقعد ثابت في حاجه عندها. أيوة. بليس بكري وانا نستنى ريحه نتاع الماكله بنينه. ريحه الحلوه والجوع باهي. ريحه الحلوه مش شغال قال لك في صلاه الظهر. خلينا نكملوهم على يامات بربي. اي ريت في صافي ساعه عندنا مازال. اي بعد مازال 21 يوم. الو احنا هكاك واحد هكاك 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 ما تحسبش خليها بالبركه. خليها بالبركه. ما بالحق ساعات يحسبوا 29 ساعات 30 احنا قول 21 احنا من بون ما يتعدى. الوغ اليوم علاش باش نحكيو خمسه؟ احنا اليوم باش نحكيو على ليغام اللي حكينا كنت تذكروا المره اللي فاتت حكينا شويه على ليزونتيغيت. دونك باش نحكيو على اكثر شويه ابروفوندي على ليزونتيغيت بالنسبه للناس الكل. يا يو معناتها شويه ركزنا على ان برودوي بارابور للبقيه. دونك ماذا بيا نحطهم الكل في ان فالور. وباش نحكي كيما قلنا على لي زونتيتاش و خاطر سي ان بو لا بيريود تاع سنة مي جي بارد عكس العادة. دونك مازلنا الحمد لله عكس العادة. دونك مازال عندنا وقت باش نتلهاو بالبروبليم دو بو نتاعنا اللي سيرتو في الشمس يزيدوا يغمقوا. هما يقولوا يخرجوا في الشمس مي هما راهم يغمقوا باسكو لا بو برونز. دونك اوتوماتيكمون لي تاش فون برونزي. فهمت؟ ماهيش حاجة سبيسيال. الشمس حاجة موجودة والشمس مش عاودة ماهيش عاودة تخرج. الشمس جوست ألا مي أون فالور. بون دونك فوالا قبل باش نعطي الانفورماسيون سي كو ابارتيغ دو 30 ماي اون سخا في صفاقس معرض يقدم لينا في نهر الفنون. شديتها بوغ اون فوا دونك سا سخا بوغ 4 جور. عاود يقدم لينا نهر الفنون تعاود فيها وتعاود. دونك سا سخا بوغ 4 جور اللي يحب مرحبا بيه باش يلقى لي برودوي الكل غاديكا. ومدام غزاي باش تلقاها سور بلاس. دونك مرحبا بالناس الكل. شوروم تاعنا محلول كي العاده معناتها في المنزا 5 دونك ثلاثه نهج الخلفاء الراشدين. في الباج فيسبوك بيموك الطبيعي باش تلقاو ليتينيغيغ جي بي اس. دونك سي بلو فاسيل دو لو سويفر كو اني نعطيكم لي زانديكاسيون. اي جوست تحطوا التبع ou le numéro de téléphone, je n'ai 29 031 032, 22 341 341 ou 98 200 023. Et donc, je n'ai pas de normalement, je n'ai les numéros de téléphone. Donc, concernant les antirides, et dans le mal, il fait que tu as un sérum, que tu as un sérum, que tu as un sérum. Pourquoi? Parce que il est عليه خاطر انا في عمرنا معناتها انا بزوا الحاجه فوالا بروتيكسيون ان ميم تان تعطي بالبودره دور تعطي الكلا وتعطي الايفي انتي ريد اللي انت حاشك بيه في عمر معين. بون انا نستعمله كباز للمكياج. مش معناتها راه هو اللي باش يستعمل اكران راه هو يقوم مقام الاكران. في فلتر يو في اللي كونسيرني بالاكران. يا خويا فما عبيد بسيكولوجيكمون يحبوا الاكران. عرفت يحب ما تخرج الا ما هي ال سو سون ا 100% بروتيجي. انا جو نفي با بارتي دو سيت دو سيت جام معناتها. انا نحب الشمس. جو مي دي لابور نتاع الشمس اي امبورتون. دونك نستعمل السيروم هذايا ان تان كو
بروتكسيون باس دو ماكياج يعطيني ليكلا يعطيني كالليفي بايتي تحت الفون دو تان ولا تحت البودر كل واحد كيف يستعمل ونخرج على روحي سا سي موا مانو في الليل قبل ما نكملوا كان مش تابعين بعضهم خاطر عندي تليفون ولا تحب تكملوا بعد التليفون مسير شباب باهي صباح الخير مدام وي عافيه اهلا بيك شنو حوالك مدام استعملت البرودوي نتاع بيموغ طبيعي هكا ولا Tout à fait. On a utilisé le harika, l'huile d'ortie. Et on a utilisé le moringa. Le moringa. Et qu'est-ce que tu as utilisé les zouz? Les chutes de cheveux. En fait, ça a été une chute de la barche. On a utilisé ce qu'on appelle une pelade. On a utilisé ce qu'on appelle une pelade. Donc, on a utilisé les chutes de cheveux. بي في بيريود طويله ولا قصيره باش نلقى الريزولتا سامحني ميرسي بوكو مدام الوغ استعملت البرودوي في شوت شوفو ان بروبليم دو شوت دو شوفو اسي امبورطون معناتها لي بون هي نعرفها مليح خاطر سي ان كا بارتيكولي سي اون امي كي ايو ريكور لينا نحنا رات شويه ليكو والكل قالت بون جي توت اسيي ومسالش معناتها نمشيو للفيتو ونشوفو كيسك سا دوي دونك لي سي اون تري بون امي دونك هذاك عليها نعرف حكايتها الا يو الا لي شوفو تري لون الا يو اون شوت دو شوفو اللي اكثر هي بال نقولوا احنا معناتها عندها لحسيت في راسها فهمتك اي تهبط خصلة كامله من شعرها تقوم تلقى ما تلقى بلاصه فارغه اي سا سي دو اون ستريس و دو سي لو سيستيم ايمونيتير اللي هو يبدا ناقص فيه دونك احنا عطيناها التريتمون نتاع الشوت دو شوفو اللي هو ينبت الشعر ويوقف الشوت دو شوفو اي لو بلوز امبورطون سي المورينغا اللي هي ان كومبليمون اليمونتير كي يقوي المناعه فوالا à base de fer donc هي عملت le traitement je pense اقل من 3 شهور و elle a eu des repousses c'est pour ça راه وحدها قالت اللي انا je vais faire un témoignage خاطرها sincèrement c'est une amie ma نقول لك انا نقولها c'est une amie ça me touche et une amie reconnaît et non réellement معناتها l'apport معناتها le produit نتاعك il est efficace خاطر هي تحشم منها كان ما تعملكش غزيتها هي تنجم الحمد لله حياتك الكل تقعد تعاود لك فيها اي اي وان بلوس تراها c'est une amie très proche manta déjà c'est une cliente donc automatiquement راها ديما donc je suis très satisfaite انه هي معناتها فرحانه والكل نرجعوا للي زونتيريت حكينا على السيروم هذا ان كريم دو جور لي ليفتون هذا سي ان سي ان لي معناتها نعملوه لي انتيريت في الليل اللي هو معمول زايد على هذا اكثر كولاجين بور فير لي في انتيريت كيما اون اكسبليكي لا ديرنيير فوا سي كو لاكسيون انتيريت راهي تخدم اكثر في الليل لا ريجينيراسيون دي سيلول تخدم اكثر في الليل دونك هذا ان كومبليمون مع السيروم بور افوار كا لي سيون نرتاحوا منهم لي ريد ديكسبريسيون نرتاحوا منهم خاطر فما عمر نبداو راهو احنا توا لينا سامحني في الكلمه نعز نعزوز ومخر راهو نو نعزوز ومخر باغابوغ القبل على خاطر عندنا شويه الريتوال نتاع القهوه البازيك ما نبداوش بكري كيما لازمنا باش نقولوا نحن كمان ا 40 عام لازمنيش يكون عندي دي ريت هكا ولا نورمالمون ولا خانسة ان فيت لي زاكتور لي زاكتريس اللي يخدموا برشا بوجهم ساعات حتى يبداو على جو 30 عام تبدا عندها لي ريت اكسبريسيون اي ما تعرف فما وحده باش معاش عندها لي ريت شنو عملت ما ضحكتش بوندون توت لون دو 40 عام است كو تو كابابل دو فير سا نو اي نهار كامل نكشخ ما تقولش نضحك اي بالعكس معناها الضحك ينحي لي نو لا جيمناستيك ان فيلي سيون هذيا تو ايدو تو تو سا كي يتيح مع بعض دونك هي لا تروفي لا سوليسيون ماجيك نو بلوس سوغيغ ايماجين نصبح عليها وتمسي عليها كل يوم انت سكو سافا دوني دونك احنا دونك احنا اون بريفير كو لي جان يكملوا يشطحوا وجوههم كيما قلنا المره اللي فاتت يشطحوا وجوههم واحنا عندنا الا نيسيسير بالنسبه لل باش نعاود نقص عليك خاطر عندي اتصال اخر صباح الخير دونك العباد فرحانه نقص قد صباح الخير مرحبا الو عسلامه مرحبا جماعه كان زيدوني شويه في الصوت خاطر مش اسمع بالكدا سامحوني الو عسلامه مرحبا مدام استعملت البرودوي بيموغ شنو هو البرودوي وفاش استعملته استعملت الزيت والاخرى هذيك اللي تخلط بالعسل خاطر انا عندي صدفيه شو عندك مدام صدفيه اوكي وصافا عطات ريزولتا البرودوي كي استعملته ولا اي صافا افيكاس على الاخر البرودوي ومشي معايا معناها صافا انا ما عنديش برشا ديجا نستعمل فيه قداش عندك تستعمل فيه؟ عندي دو موا دو موا باهي يعطيك الصحة مدام ميرسي ميرسي بوكو عايشة اختي
الوغ دونك هذه كونسيرنون الجام انتي ريت شويه للعبيد اللي كيفينا هكا ما يحبوش برشا شكون يشدهم في الدار وشكون يشدهم في الليل وتلهي واعمل واش حطو جو سي با كوا كيما قلنا لا ديرنيير فوا بون جو بونس كو ليسكارغو هذه سي نقولوا نحنا سي لا جام اللي بدات بها مدام غزايل تخدم سي C'est un produit déposé, c'est une marque déposée. Il est composition. Il est le premier. Il est maoul bel bave d'escargot, bel poudre d'or, bel poudre de diamant, bel collagène. Ou dernièrement, zedna fi l'amber l'asfer li hkina li ba'd jayed Dubaï. Donc c'est une crème de nuit anti-rides ma'a fi l'lit, ma'a le fixateur nta'o. Donc hadouma zouz nsta'amlouhom fi l'lit bach l'abed li andha le peau kima qal Ayoub el malifet mkashel fa barcha manta ridé assez ridé. تنجم تبدا عندها ليفي ريد ليفي بوتوكس اللي شويه نحبوا نحن لحنا كي الريق هذاك معناتها مع ان مود دامبلوا بيان سبيسيفيك تلقى اللي حاجتك به بون سو جونغ دو تريتمون ما فما ليكران اللي فما دو تيب ديكران لالوي فيرا واللافوكا اللي هما ديستيني deux types de peaux différents ou ahna chon koulou nkoulou aman les clientes et les jiouna faites nous confiance ahna na'tiukom chno tastahqou mach ntouma tqoulou chno tastahqou khata sa'at ina mathalan jiouna amrha 35 ans haka tqouli atini l'escargot anda juste les rides d'expression hiya sma't ali w tahba ali w nach c'est pas toujours vrai mach li tahba ali enti ana na'tiouk ana na'tik el haja li tmchi ma'a el peau ntaak donc fait alik alach ntouma yzebkom dima yemchioulkom mach yakhd par internet imagine enno yotlbek fi telefon yqoulek aman soum el haja el foulaniya ana wajhi fi ana nusken fi el blasa el foulaniya on ne peut pas. فما حاجات ما نجموش معناتها لو ديرنوتيك ات اوبليغاتوار دونك احنا نحاولوا نقربوا للناس الكل والناس الكل يلفون لي فور انهم هما بيدهم يجيونا باش نعطيهم اللي حاجتهم. عندنا اخر اتصال معنا مدام سميره صباخير. صباخير. استعملت لي برودوي بيموغ؟ اي استعملت. شنو استعملت يا مدام؟ والله العظيم جان يرحم والدين والديها مدام. شنو استعملت؟ والدين والديها. عملت البوماده نتاع السكاكو. الاسكارغو ايه؟ واستعملت لونتي سيرن هذاك تاع مامي. ايه؟ نحكيو عليه بعد شوي. والفيكساتور تاع تبع بعضه معناتها وعملتها وشريت شو اسمه هذاك تاع السمش. الكرام. هذيك ليونت فيديل هذي هذي عملت حاجة فهمتني وفرحانة فرحانة كل يوم ولات نغزر وجهي ننعس خفيف فهمتني. أيبي يعطيك الصحة. عظيم مش نورمال بالدار تبارك الله والله تبارك الله عليهم. يعطيك الصحة مدام سميرة. ميرسي. ألوغ. Alors, donc, anti-tache. Donc, l'anti-tache, c'est d'abord les tâches, c'est quoi? Les tâches, là, où on a généralement, on a tout le monde qui dit que on a mal au lait, je m'en dis les tâches. Non, les tâches, là, c'est une dépigmentation de la peau. Et on a excès de mélanine, mental mélanine, ça peut être donc, fait changement hormonal, on a les cycles, on a le stress, on a le choc émotionnel, on a le. Donc, ils ont mis ça en. لازمنا نستعملوا لاجام انتي تاش اللي هي هالايامات بمناسبه الاحتفالات بعيد الام معناتها عملنا دي بروموسيون في الجام انتي ريد والجام انتي تاش بون سي اون بروموسيون اسي امبورتونت نقولوا نحن مش ابيتويل عندنا نحن انه اللي ياخذ لاجام اللي هي فيها الجرنادين والا الكامومي معناتها الانتي سيرن والا الانتي تاش وعلاش الانتي سيرن ساعات تلقى العباد عندها لي سيرن وعندها لي تاش هو يفي دو زونا علاش نخسروهم في دو تروك فهمت دو كريم دونك فما كريم تعمل سيرن وتعمل تاش وفما كريم تعمل تاش اكسبسيونيلمون معناتها معها فما ان غوماج اللي تعمل اون فوا باغ سومين ومعها فما ان صابون عرفت رجعنا للصابون نتاعنا القديم الصابون البلدي لك احنا زدناه شويه الجرنادين وشويه الكركم بوغ افواغ كاليفي اكليرسيسون ومعها لي زيكران سولير كيما حكينا بكري بوغ افواغ هذه سي لا جام راهو معناتها هذه كلها عملتها ما عادش حاجه لعيد الام معناها اي عملنا اون بروموسيون سبيسيال لعيد الام اللي يحب يفرح معناتها كو سوسوا لا جام انتي ريد والا لا جام انتي تاش فيها اون بروموسيون تريز امبورتون. شنو شاهد انت مدام منى اذا كان هي مولات المول معناها؟ صدقني السؤال اللي عندي 10 سنين مينيموم نسال فيه. تعرف اخر مره طلبتها قلت لها ماما شنو تحب نشري لك عيد الام هي؟ شيلي بيما ما تشري لي شيء يجاوبني. حضر عليها نفس السؤال وتعاملني ولا السؤال هذا حضر عليها. تشري لها حاجه راهم تتغشى. نقول لك حاجه انا شو عملت لاولادي انا كل يوم عندي جمعه نقول لهم عيد الام هي.
باش ما تتغشش من الاخر. امشي فماش ما تحبش كادو معناتها جو بونس اللي حتى انا نقولوا ماما كنا نقولوا لها حتى نوره سي با فري راه سي با لو جيست كي كونت اوجوردي سورتو اذا كان تعرف اللي التخمين في العبد التخمين في العبد اي تا امبورطون والصغار نسنسوهم مثالش لو بابا il fait l'effort كان لو بابا من عند ربي ما نضل غالب عليه ما يخممش هكا لما لا ماما اسمع خدم خدمتك يا ربي ميرسي بوكو مرحبا بك خمسة الغزايل نخرجوا بوبليسيتي ونرجعوا.